ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين، كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق لمدة شهر، هل يقع هذا الطلاق وهل عليه إثم إن هو عاشرها قبل انقضاء الشهر مع العلم أنها لم تخرج من بيت زوجها في تلك الفترة؟ نعم، يقع الطلاق ويكون طلقة واحدة رجعية، يعني له أن يراجعها ما دامت في العدة. والطلاق لا يتحدد بوقت، يعني يقول مثلا أنت طالق إلى شهر أو إلى سنة. الطلاق إذا صدر فإنه لا يتحدد بوقت ينتهي بانتهائه، ولكنه إذا كان دون الثلاث ولم يكن بعوض فإنه يجوز له أن يراجعها ما دامت في العدة. نعم.